السلام عليكم ورحمة الله. حتى الآن يعني اللي نزلوا لحتى الآن في دفناهم يتجاوزوا 20-25 شهيد. المقبرة فيش قبور، هذه عبارة بيقولوا عنها نظام فزاقي قديم جدا، شايف كيف؟ فتحوا فزقية غرفة تحت الأرض كانوا فيها موتى، جاءوا شالوا الرفات والعظام على شقة وحطوا نزلهم كلهم مع بعض، يعني تصور أنت فزقية حوالي 20-25 شهيد في مكان واحد، في قبر واحد حاليا، قبر جماعي. حج مقبرة من 20 يوم صراحة، يعني صار فيها دفن أكثر من 500 شهيد، وفتحنا الفزاكي فيها يعني ما ضل فيها وسع، خاصة أنه أجا أعداد شهداء هائل يعني فيها، وشهداء وأشلاء، وفتحنا الفزاق وما ضل وسع يعني في المقبرة نهائي. قلبوه 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 لفوه 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 كان كل يوم تقريبا يجينا 50-60-70 شهيد، فالعدد الهائل في المقبرة ما تتحمله يعني، حتى كمان من قبل انه كان عدد الوفيات اللي يجي 10-12 واحد، اما صار في يجي عدد 50-60 واحد صار الاشي كثير وتسكرت على الاخر يعني. والله ما في متسع، بل يمكن متسع عندي لميت قبر. أنا أول حرب أحط في المقبرة هذا بحدود ما يعادل لحالها دير البلح تقريبا 1370 شهيد، وأغلبيتهم أطفال ونسوان، يعني يمكن ما دفنتش 30 رجل فيهم. والله ما نعرف، روح اطلع لهم، يمكن اخذوه، يمكن تبعين القبر هذا لا اخذوه.